طيب، أول حاجة تطوير الذات يلزمه بعض الجوانب لكي إنه إحنا نطور ذاتنا، وهذا يساعدنا في تطوير البزنس الخاص بنا. طيب إحنا الآن كيف حنعمل هذه الآلية؟ أول شيء حنتخذ يعني أو حن يعني في جوانب في تطوير الذات إحنا حنتطرق إليها إن شاء الله، وهذه الجوانب حتفيدنا في إنه إحنا أيضا تساهم في البزنس الخاص بنا، وإنه هي أيضا تساهم إنه إحنا نصنع هذا البزنس إن شاء الله بشكل سهل. طيب خلينا اول شيء نبدا بالمقدمه. لازم اخواننا الافاضل اول شيء احنا نؤمن بانفسنا، اذا انت لم تؤمن بنفسك فمن يؤمن بك اخواننا الافاضل؟ اذا لازم احنا نؤمن بقدراتنا، بانفسنا، بمهاراتنا. هذه الخلطه هذه اذا انت ما امنت بها اخي الفاضل فلن يعني يؤمن بك احد. اذا لازم انت تؤمن بقدراتك، انه انت موجود، عندك مهارات، عندك قدرات، عندك شيء تحققه في نفسك، وهذا الشيء اذا ما كان موجود انت مش يعني حتحقق شيء ولا حتحقق اهدافك. فعشانك لازم اول حاجه انه انت تامن بنفسك، بمهاراتك، بقدراتك. طيب النقطه الثانيه هي انه تبدا من جديد. الان هذه فرصه اخواني الافاضل انه احنا نبدا مع بعض من جديد. اليوم انت يعني موجود في هذه المحاضره، هذه فرصه انه انت تفكر انه انت تبدا من جديد في مستقبلك، في مثلا تاخذ دوره جديده، في انه انت تطور مهاره، تطور من ذاتك، تكتسب خبره معينه وهكذا. يعني شو انت اخي الفاضل اليوم انت المكان اللي انت موجود عليه انت ممكن تبدا من جديد وتحاول تطور نفسك اليوم، وتبدا تكتسب مهارات جديده، تبدا يعني تكتسب اي شيء ممكن نضيف لك قيمه نوعيه في هذه الحياه. النقطه الثالثه انه احنا لازم نرافق الناجحين. مرافقه الناجحين والصالحين يا جماعه هي من افضل الاشياء اللي انت ممكن تفعلها. ليش؟ لانه اخواننا فاضل الصاحب ساحب، وانت اثنين لو كانوا يعني اصدقائك يعني من الناجحين فانت حتكون الثالث، لو ثلاثه فشلت تكون انت الرابع. عشان هيك بنقول لك لازم انت تعرف ايضا من تصاحب، وهذا الشيء حيضيف لك قيمه اخي الفاضل اخواننا الفاضل، بالتالي حيضيف اثر في حياتك كبير. ايضا نقطه رابعه غير تفكيرك. لازم احنا اخواننا الافاضل انه احنا اليوم العقليه هذه والافكار اللي احنا بتجي لازم هذه ايضا نغيرها، نخلي افكارنا ايجابيه، نخلي محيطنا ايجابي، ما ندخل على عقليتنا الافكار السلبيه، بالتالي هذا ممكن ياثر على مدى تقدمنا. فحاول انه انت تحافظ على انه العقليه دائما تحتضن الافكار الايجابيه والافكار اللي هي بتساعدك على التقدم. النقطة اللي بعد هيك لازم أنت تأخذ بالأسباب. يعني ما في تقول لي والله أنا متوكل على ربنا، طيب وبعد هيك؟ إذا لازم أنت تعمل وتسعى. توكل على الله هذا جيد، ولكن دائما لازم أنا أخذ بالأسباب، عشان أنا يا جماعة هذا شيء من المنطق، ما بينفع إنه أنا مثلا أجي بدي أفعل أحقق مثلا أحط هدف معين بدي أحققه، تمام؟ أنا توكلت على ربنا إني أحقق هذا الهدف، ما بينفع، لازم أنت تشتغل، لازم تحط خطة، لازم تحط أكشن بلان، ما بينفع هذه الأمور إلا يعني خطة معينة ثم تتوكل على الله. يعني مثال إنه اعقلها وتوكل، يعني لازم تربط هذا الجمل، تمام، عشان ما يضيع، ما يشرب منك، او يعني انه احنا لازم نتوكل على الله مع السعي المستمر لانفسنا. بعد هيك طموحاتك، اهدافك، هل انت انسان طموح؟ هل عندك اهداف؟ هل عندك احلام؟ هذا ايضا لازم تعيد النظر فيها يا اخواني الافاضل. طيب اللي في عنده سؤال يا جماعه، في حد احد عنده سؤال يعني حاب يشارك فيه او شيء يعني؟ واضح لحد الآن. تمام، أشكرك يا أحمد. العفو. خلينا يا جماعة بس يعني ليش أنت في المحاضرة؟ لماذا أنت هنا في المحاضرة؟ يعني ليش يا أحمد أنت مثلا أو يا نسيمة أجيتوا على المحاضرة ومصرين أنكم تحضروا وتستفيدوا؟ ممكن مشاركة يعني واحدة، يعني نأخذ مشاركة واحدة من أحد الأفراد المشاركين. يصير اجاوب انا؟ اوكي تفضل. انا يعني احب، يعني عندي طموح، عندي هدف انه اريد اسعى له، وحاليا انه امر بحاله اكتئاب او هيك، فاريد اغير المحيط اللي انا موجود بيه اني هسه. اي فاريد اطور من نفسي اكثر واكثر. رائع يا احمد، رائع. من وين بتكلمنا يا احمد؟ أني من العراق بس حالياً بتركيا يعني موجود. أهلاً وسهلاً بك يا أخي أحمد.
نتشرف بك طبعا في الحضور. إن شاء الله تحقق أهدافك، وإن شاء الله تطور ذاتك، ونتمنى لك يعني كل السعادة بإذن الله تعالى والتقدم. إن شاء الله. طيب. طيب إخواني الأفاضل، خلينا الآن نكمل. إذا لازم أنت إخواني الأفاضل اللي معنا، لازم إنه نستثمر وجودنا في هذه المحاضرة، لازم إنه أنت يعني تطلع بقرار واعي. اليوم أنت لازم تخرج بشيء، يعني تحاول إنه أنت تغير في حياتك. ما بنفع تحضر هذه المحاضرة وتسمع هذا الكلام أو تشوف هذا الكلام إنه أنت ما يكون هناك قرار يؤثر في حياتك أو حتى على سير حياتك. يعني أنا يعني أتمنى إن شاء الله تستفيد من هذه المحاضرة لو يعني بشيء قليل، يعني إنه إحنا إن شاء الله نساهم بتطوير أنفسنا ونطلع بقرار معين إنه نحاول نغير من حتى لو 50 70%، فهذا إنجاز أنا بعتبره بإذن الله تعالى. طيب ايضا خلينا نحكي في نقطه يا جماعه، انه ما بينفع انه انت انسان بتعيش في هذه الدنيا، بتعيش بشكل روتيني، بتاكل وبتشرب وبتنام وخلصنا. هذا الكلام مرفوض تماما من اخواني الافاضل. يعني انا في ناس بتلتحق فينا يا اخواني الافاضل، في ناس بتلتحق بنا ما زالت، يعني ناس متاخره للاسف يعني، ولكن يعني مضطرين يعني. طيب بنرحب بالاخوه المشاركين الجدد اخواني الافاضل، واحنا اي اسئله يعني جاهزين ان احنا نتناقش ويعني نجيب عليها باذن الله تعالى. نحكي يا جماعه انه ما بينفع انه انت اليوم انسان عايش بتاكل بتشرب وبتنام وبعد هيك حتموت. طيب ماذا اضفت للحياه؟ ماذا زدت على هذه الحياة؟ هل أنت كنت زائد أم أنت زدت على الحياة؟ يعني ما بينفع أنه إحنا يا جماعة نعيش الحياة بدون أهداف. اليوم لازم أنت بعد هذه المحاضرة تراجع نفسك، لازم أنت تضع أهداف لحياتك. ما بينفع أنا إنسان أعيش من 20 30 50 70 سنة يا جماعة، ما بنفع أعيش 70 سنة أو 60 سنة أو 50 وما أقدم للحضارة شيء، ما أقدم للدنيا شيء، ما أقدم لنفسي ولا عائلتي ولا أسرتي ولا عملي ولا بزنسي أي شيء يا جماعة. اليوم أنا لازم أتحرك، اليوم هذه فرصة يعني إنه إحنا إن شاء الله نطلع بعد هذه المحاضرة نعيد التفكير، ري ثينكينج، اعمل ري ثينكينج لنفسك ولأحلامك لطموحاتك لأهدافك، تمام؟ ولازم تصر على تحقيقها. طيب مين يعني مشارك يا جماعة يذكر لنا هدف، يعني وضع هدف وهو يسعى إليه أو ينوي وضع هدف معين، يعني مين يشارك معنا؟ الحضور هل تسمعونني؟ طيب نكمل، احنا ما حد راضي، ما حد يعني حيشارك. اوكي الاخوه الافاضل، يعني انا ادعوكم للمشاركه، يعني بدنا احنا يعني ايضا نفعل الحوار والنقاش. اين ستكون بعد 5 سنوات؟ اين ستكون بعد 5 سنوات؟ نسيمه هل من اجابه؟